الاتفاق ده النادي كله اعضائنا بتكون مار. الناظر لما نيجي راجع كويس، الناظر لما نيجي راجع بيوصي قبيلته دي كلها بتكون عارفه عنه، والله ناظر القبيله ده مشى اتفاق بتاع السلام خلاص، البندق ده ذاته بعد ذاك الناس بتجمعه، الناظر ذاته بوقع في جمع السلاح، العمد والمشايخ بوقعوا في جمع السلاح، بعد ذاك لما تكون في قوات مشتركه للبندق ولجمع السلاح العمليه بتكون سلسه. انت ماشيين وين؟ ماشيين كورنويا، ماشيين مدافوق، ماشيين ريح البردي، ماشيين كندي، ماشيين امرقو، ماشيين الكيرة، ماشيين طيفره، في ناس ما بتعرف المناطق دي طبعا، جنوب دارفور كويس، ماشيين قريضه، ماشيين امبرص، ماشيين النظيف، ماشيين التور التهمه، ماشيين قندول، انت فاهم، ماشيين بقاقه، ماشيين جليزان، ما هي كلها مناطق انت قاعد شو انت ها، دي مناطق كبيره جدا، انت فاهم القصه دي؟ خليك من بهنا الحته اللي انت عارفها من هنا دي بتمشي، لا 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 في مناطق لسه يا زول، الدارفور قلت لك قدر فرنسا، انت فاهم؟ قصه دي، بعد ذاك نجي نعمل ذاته الروح ديل، الروح اللي ذاته نجي نشوف لهم احنا دايرين نعمل دوله حضاريه حقيقيه عشان ما يكون فيها نزاع، فدي ذاته بتحتاج مننا جهود كثيره جدا من يعني من التخطيط عشان نعمل دوله حقيقيه، والمسارات تكون مسارات حقيقيه، مسارات السلام بعد عشان ما يكون في بعدين تداخل ويكون في مشاكل، ما نظلم زول ولا الرحل ولا نظلم اصحاب المزارعين، المزارعين ياخذوا اراضيهم كما هم كانوا قاعدين فيها، الرحل ياخذوا اراضيهم كما هم قاعدين فيها، الناس الرحل اصلا ما عندهم اراضي بيزرعوا السنه هنا والسنه الجايه بيزرعوا هنا، ديل انا جزء منهم، الناس ديل كيف؟ مثلا الناس ديل زادوا دايرين نقطع لهم اراضي واسعه، غابات واسعه، يتنك شنو والله انا عندي 100 بقره كويس، ده محلك 5 كيلو، انت عندك كم؟ عندي 200 بقره، الاراضي بالتساوي كلها، هاك ده 5 كيلو 20 كيلو، يلا حقتك، يلا بقره ديل من نص، انت تعمل زريبه هنا بس، ده بس محلك، تزرع برسيم كده توروهم يزرعوا كيف، دي بعد ذاك حاجات الناس بتيجي بتتكلم عنها بطريقه ثانيه، بطريقه موسعه جدا وبفكر واسع جدا، عشان يكون النزوع القبلي او النزعات القبليه الموجوده في السودان لازم تنتهي، عشان ما تنتهي لازم نتوحد، عشان ما نتوحد لازم كلنا نكون في السلام كويس، عشان كلنا نكون في السلام. في زول قال لي قال ده خطاب كيزاني، هو الكوزنه دي كيف؟ انا داير اعرف يعني الكوزنه دي ما فكره يا جماعه، الكوزنه دي فكر، الكوزنه ما فكر، انت لو عايز بيت الكوزنه وما داير اي كوس، خطير يدك وقاطع مع حميدتي، حميدتي والمجلس العسكري كله والمجلس السياسي ديل والاحزاب السياسيه هم الحركه الاسلاميه. انت رضيت بالموضوع ده يبقى ما تتكلم، عشان ما نقعد نتكلم احنا ما نطلع من موضوعنا، فرجاء يعني ده السلام لاهل السلام، نحن اصلا ما رافضين السلام والله، ورسالتنا لكل الشعب السوداني نحن اهل السلام، موقفنا واضح، موقفنا الاحصاء احصاء حصل من الجبهه السوريه، إحصاء حصل من الجبهة السورية، فيجب على الناس كلها تعرف أن الجبهة السورية السلام التم الآن اللي هو بيوقعوا يوم بكرة زي ما هم بيحتفلوا وبيقولوا السلام ده نسبة 95% أبناء دارفور ما موجودين فيه، 95% أنا بوريك عديل كده ده عشان ما تقول لي ده ولا ده، 95% أول حاجة الرحل كلهم ما موجودين، الرحل كلهم ما موجودين، اديهم نسبة 40%، نسبة 65% 7 من 10 أو 70% المعسكرات بتاعت النزح ما موجودين جوا، ودي مشكلة طبعا كبيرة ما صغيرة، خليك من ناس الكنابي وخليك من المناطق الثانية، موضوع طويل وعريض، فيجب علينا نحن بنبحث لحد يوم الليله على منبر حقيقي، والمنبر ده لازم يكون كل المرايه اللي انا قلت عليك دي تكون موجوده فيه، كل المرايه الحسي موجوده دي اللي بنتكلم عنها لازم تكون موجوده فيه، واي زول لازم ينتبه في الحته دي كويس، اي سلام ما جمع ابناء دارفور كلهم الرحل والمزارعين مع بعضهم بيجوا في طرابيزه واحده
والورقة دي كلهم اطلعوا عليها ووافقوا عليها ووقعوا كلهم وقبلوا الكلام ده، لا يمكن يبني دولة. احنا ما دارين حرب، دارين نعالج المشكلة دي من جذورها، عشان اي زول يعرف حل القضية من جذورها، اتفاق كامل وكل الناس لازم تكون موجودة فيه، مراية حقيقية اي زول لازم يلقى نفسه فيها. ده الكلام اللي احنا بنسعى عليه، وده الكلام اللي احنا ماشيين فيه وحنمشي فيه تماما، وما حنتنازل عنه بنفس السلمية حقتنا، بالسلمية حقتنا دي يجب علينا نبحث. ما تجي انت كمزارع يعني يجيك ضرر من الـ من الـ من الـ الانسان البصير من البقاري مثلا، وما البقاري يلقى ضرر منك انت كمزارع. لازم يكون في التزام ونلتزم ونعمل الكلام ده كل سوا مع بعضنا، نحط يدينا مع بعض نبني البيت ده حتى لو من الداخل، ما على شرط انا قلت لك السلام ده الا يكون في دوله مجاوره، لا، السلام ده الرعايه من كل الدول والمنظمات، المجتمع المدني والمنظمات الدوليه والامم المتحده حتى لو كان في داخل السودان، ودايرين ضمانات حقيقيه. والضمانات الحقيقيه للكلام ده اهم ضمان، ضمان انه كلنا نتوحد نكون سوا، ما ضمان بتاع الدول بس خارجيه لوحدها، او ضمان مثلا بتاع حكومه الحاجه بتخلي حكومه تلتزم، لا، نحن لازم نلتزم قبل الحكومه، لازم كمواطنين لازم نلتزم في بعضنا كده قبل الحكومه، ولازم نتماسك من قبل الحكومه، ولازم ننسى انه لازم ننسى الحرب. يا جماعه بلدنا واسعه، دارفور دي تشيلنا نحن كلنا وتشيل ناس السودان كلهم لو جو سكرهم، لانه كلنا في السودان ما بنجيبوا 40 مليون نسمه، ادينا 45 مليون نسمه، فرنسا فيها 70 مليون نسمه كويس او 80 مليون نسمه لوحدها. كويس، خليك من اللاجئين الموجودين فيها، برضه لسه فيها مناطق فاضيه. ولسه بتزرع ولسه بتوزع خطات اسكانيه. انت فاهم القصه دي؟ فالنفوس لازم تتطايب، ومطايبة النفوس دار مننا جهد ودار مننا شيء لا تكل ولا تمل ليلا ونهارا. وانت لو مقتنع بالطريق ده تماما تمام بتبنيه وبتسعى عليه عشان الناس تمشي لقدام. ما في زول رافض السلام، والشعب السوداني لازم يعرف انه نحن ما رافضين السلام ولا حنكون ضد السلام. لكن لما كنا بنتكلم ان السلام بتاع جوبا ما بجيب السلام الكامل، بنتكلم عن الاقصاعات الحقيقيه الحسي واصله من قبل ما كنا يعني وجودنا في داخل الجيش تحرير السودان. كلامنا كان واضح لك كمواطن سوداني، الاقصاء نحن عارفين السياسات الماشيه شنو، فيجب ان الشعب السوداني كله يتوحد عشان يكون في سلام حقيقي. ما يكون في سلام يعني ما تتفاجئ انه بكره تجي تلقى في 10 حركه في من دارفور او 8 حركات من دارفور هي من 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 الناس الموجوده وهي ما موجوده في السلام. ده بمعنى انه السلام ما جاء. زي اتفاقيه 2008 و2009 في جزء من اخواننا وقعوا السلام. مشوا قعدوا جربوا السلام الناقص ده، وفي ناس كانوا قاعدين في الخلا ما جوا. خلوهم هناك، قال لهم يا احنا ماشيين نوقع السلام. طيب الناس اللي وقعت السلام دي كلها، السلام الناقص ده جاب شنو؟ كل الفصائل اللي وقعت. هل انه جابوا السلام؟ هل انه النازحين ديل، هل انه نازح حلوا مشكله بتاع معسكر واحد بس بتاع نازحين؟ مشكله واحده اتحلت؟ ما اتحلت. هل قلنا هم في نفسهم؟ خليني من المشكله، هم في نفسهم. قدروا قعدوا؟ ما جروا، رجعوا ثاني. مالهم؟ قالوا والله شو والله ما بقى. طيب ان ما بقى معناته شنو؟ ما جينا كلنا؟ صح؟ ما انت جبال برضه مشيت عملت الكلام ده مع الحكومه، ما عملته مع صاحب الزول اللي انت بتتشاكل معه، الزول اللي انك انت عندك معه مشكله، انت ما عندك مشكله مع الحكومه هناك، انت ما عندك مشكله موجوده في دارفور، الشوكه بتمرق بدريبه يا معه اخوي. الشوكه بتمرق بشنو؟ بدريبه، انت مرق الشوكه من هنا. تعال الشوكه طعنتك دي مرقها ونظف الشجره اللي بتدفق لك الشوك دي، نظفها. اقعد معاه نظفها. ده الكلام اللي بيجيب السلام، ما حاجة تانية. السلام ما بيجيبه شيء تاني، السلام بيجيبه شو؟ السلام بيجيبه الصدق والأمان، ودارين سلام حقيقي، دارين سلام صح نلقى نفسنا منه كلنا فيه. عشان نلقى نفسنا فيه يجب علينا احنا نبحث عن السلام الحقيقي، نبحث عن السلام من سكان إقليمنا ذاته كلنا كسكان إقليم دارفور. يجب علينا
يجب علينا، يجب علينا الآن نحن، في أي محل تتحرك تجيب سواق تعديل سواق. يجب علينا أنه إحنا نفتش شنو سلام حقيقي، سلام بودينا شنو لقدام، ما سلام بيرجعنا لورا. تاني برضو بقول لك، ما سلام بيرجعنا لورا، سلام بودينا لقدام، سلام بيجيب السلام الحقيقي. السلام الحقيقي الصح البيجي صح كلنا نكون فيه، كلنا نلقى نفسنا في المراية دي. عشان نلقى نفسنا في المراية يجب علينا نحن نتحد صح، يجب علينا نتحد صح، ويجب علينا نشيل كل الناس الموجودة في كل الأطياف الموجودة في دارفور نسوقها معانا قدام، هم ذاته يكونوا قاعدين معانا، أصحاب الروح الليل كلهم، الناس دي كلها تكون قاعدة معانا في منبر واحد كلنا، عشان لما نمشي أي دولة أو نوقع السلام ده في داخل في إن شاء الله المنبر ده يكون في دارفور، ما في مشكلة. المجتمع الدولي يجي في دارفور دي نعمل خيام قبلنا هنا ده، نعمل السلام، المانع شنو؟ ما في مانع، نحن دارين نعمل السلام حقيقي. السلام الحقيقي ده يجب علينا نحن نشارك فيه كلنا، عشان نشارك عليه معناته أنا وإنت لازم نتفق. أنا ما ممكن أجي أقول والله يا أخي أنا داير السلام كحركة وأجي أشيل بس خلاص الناس القاعدين في المعسكرات ديل، بس خلاص ديل هم براهم، نجي نقول والله خلاص ديل وأنا ماشي مع الحكومة هناك والمجلس العسكري وقائد الدعم السريع ولا قائد منو ما بعرفه ليك والأحزاب السياسية والحرية والتغيير نوقعوا اتفاقية بتاع السلام. طيب الناس القاعدين ديل وين؟ حقهم وين؟ يودوهم وين؟ ده ما التحميش. طيب أها ديل لو يتمردوا كيف؟ ما انت نادر خليتهم، انت مشيت خليتهم، ما اشتغلت بهم، اشتغلت بناس المعسكرات بقايا بتاع العباده الجماعيه، شلتهم والناس الزمان اللي بيشاركوا انت متحيم وهم بيشاركوا وجزء منهم مشارك ها في العبادات الجماعيه، ما كلهم مشاركين. انت قضيتك مع الناس دي صح قبل ما تكون قضيه المركز. نحن لما نقول لك المركز السلطه والثروه دي نحن عندنا حاجه قبولها لازم نعملها قبل ما نمشي للثروه والسلطه، لازم نحن نتعافى أول حاجة مع بعضنا، نحل القضية الحقيقية مع بعضنا في إقليم دارفور، بعد ذلك نتوجه للدولة، نتوجه للدولة نقول لهم يا جماعة قال أي والله إحنا ديل كأهل كده اتفقنا خلاص، تعالوا إنتوا الثروة والسلطة دي دارين نشوف، إحنا دارين نكون أنه حكم ذاتي لمدة 10 سنوات. ليه؟ لو والله 10 سنة بسيطة، دارين حكم ذاتي لمدة 20 سنة، حتى الانتخابات الجاية ذاته برضه نحن حكومنا يكون حكم ذاتي. ليه؟ والله إن ظلمنا 50 سنة. ليه؟ لأنه احنا متفقين، متفقين كلنا، ما خلينا زول. بعد ذاك الزول المجرم ده بيتحاسب، ما في مشكلة، مجرم مني أنا، مجرم من صالح، من عمر، من موسى، من زيد، من عبيد، المجرم بيتحاسب. لما الناس تسامح المجرم براه وبيطلع، أنت مجرم ده بيطلع كيف؟ زي العيش اللي كبيته جوا الموية، الحبود مش بيطفع فوق؟ أي خلاص المجرم ده بيطفع فوق أوتوماتيك، ما داير له كلام ولا داير له يعني زعل، لكن ما ممكن انك انت تمشي تفتش الثروه والسلطه من قبل السلام، وتفتش المنصب من قبل السلام، انت ما وضعت السلام، ما وضعت عرضيه بتاعت السلام، فما ممكن انك انت ما وضعت عرضيه بتاعت السلام، لا يمكن انك تمشي تبحث عن السلام، انت مشيت نزحت، مشيت فتشت المال، وفتشت كيفيه انك انت يعني الطرق والجسور بتاع، انت تعال النسيج الاجتماعي ده ما قبل الطريق، انت هتعمل الطريق بيمشي فيه من انت. انت لو دار تعمل الطريق كده وهسي انت شايفين احنا في كسلة، المصيبة اللي قامت، انت شايفين عبادة جماعية بدت جديدة، يبقى انه نحن ما دام جات الثورة بتاع ديسمبر والناس عملوا عرضا سلاح، يجب عرضا سلاح ده نستعمله ونستفيد من الـ من 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 الـ من الـ من المساحة دي عشان نبني دولة حقيقية، نستفيد من مساحة ارضا سلاح، المساحه بتاعت ارضا سلاح دي نستفيد منها، عشان نستفيد منها يجب علينا نشتغل صح، يجب علينا نشتغل بذكاء عالي جدا، ويجب علينا نشتغل بذكاء انه يودينا لقدام، ذكاء يكون ذكاء رجولي، ويكون الانسان اللي اصلا بيقعد قدام اللي بيحل المشكله دي لازم يكون شجاع. اول بند نمر واحد يكون له شخصيه، يكون له شخصيه. نمره 2 لا يحابي احد. نمره 3 مراعاه الزمن. اي قبيله تعسس من ناسا اللي يجوا يقنوا في دارفور ده كلنا نعمل لجنه كبرى من حركات المسلحه، كلنا حتى الناس الموقع في جوبا ذات الحسي عليه من 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 دارفور الموقع في جوبا يكونوا في داخل المنبر ده، لانه انت اصلا ما اتفقت معنا، انت اصلا ما اتفقت معنا دارفور، انت مشيت اتفقت مع حميدتي
واتفقت مع الحكومه هناك، اتفقت مع حكومه المركز، انت ما نسيت انك انت عندك نسيج اجتماعي هنا، هتربطه كيف؟ ما قبل كده انت وقعت اتفاق ما جبت حاجه. ليه؟ لانه ما جيت اصلا من الاصل. انت مشيت من عمر البشير هناك، طواري مشيت لعمر البشير، نسيت انك انت هتسكن في دارفور، ما قدمت حاجه، انا وانت ما قدرنا نقدم حاجه لانه ما جبنا ما الرؤيه المنقوله، انت ما اشتغلت بيها، انت سويت حقك براك يا اخي، انت مشيت وجيت راجع، لقينا انا قاعد باكل في الكوجه ديك وفي البليل وفي الدشيشه زي ما كنت زمان، انت رجعت بتاكل معي ذاته في الدشيشه وفي الحاجات دي. طيب حسي دارين نبني دوله، دارين نبني دوله هاي، نجي كلنا اللاجئين والنازحين، ابناء اللاجئين وابناء البقايا العباده الجماعيه وابناء الرحل، لازم يكونوا هم كلهم في داخل الاتفاق ده، وكلهم لازم يوقعوا ولازم يرضوا بالموضوع الماشي، ولازم هم يختاروا كيفيه انه حكم الدوله دي تكون كيف، وهم رؤيتهم الجايه شنو ذاته.